نجاح الجزائر في لم الشمل الفلسطيني بادرة خير ومؤشر قوي على نجاح القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر القادم. فلطالما اعتبرت الجزائر أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب. هذه الصورة التاريخية التي أشادت بها دول ومنظمات عالمية هي إحدى محطات الدعم اللامشروط الذي تقدمه الجزائر لفلسطين عبر مر التاريخ. ما يقارب 40 سنة خلت في نفس القاعة وتحت نفس السقف، وأعلن من طرف المجاهد المناضل الشهيد أبو عمار ياسر عرفات وأعلن قيام الدولة الفلسطينية. مرت بنكسات ومشاكل ومؤامرات، الحمد لله اليوم يوم تاريخي، رجعت المياه إلى مجاريها. شاكر لكل الحضور، كل المسؤولين الفلسطينيين الحاضرين بكل فصائلهم، أنهم لبوا رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات، ولبوا كذلك رغبة الشعب الجزائري. إعلان الجزائر الذي يجسد المبادرة السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمنبثق عن مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لم يأتي من باب الصدفة. فرئيس الجمهورية حرص على تنظيم لقاء فلسطيني جامع قبيل انعقاد القمة العربية، حين استضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية شهر جويلية الماضي. الجزائر لم تتوانى يوما في إعلان الدعم لفلسطين، فكانت فلسطين حاضرة في مختلف خرجات الرئيس سواء الإعلامية أو الرسمية، بل حرص على إدراج القضية الفلسطينية كأهم بند ضمن جدول أعمال القمة العربية. إعلان الجزائر يأتي لتأكيد أهمية الوحدة الوطنية كأساس لمقاومة الاحتلال، مع تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الفلسطينية، على أن تدير الجزائر فريق عمل يتابع تنفيذ بنود الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني. إعلان سيمهد الطريق لانتخابات تضمن مشاركة واسعة في الاستحقاقات القادمة في الوطن والشتات. أتمنى إن شاء الله أن عن قريب نرى حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 67 وعاصمتها القدس الشريف. السلام عليكم. هي إذن جهود الرئيس تبون التي لقيت إشادة وترحيبا دوليا، جهود من شأنها توحيد الصف الفلسطيني لتحقيق الأهداف المشروعة للفلسطينيين.